مثل قوانين الأمن القومي في العديد من البلدان، فإنه يجرم الانفصال وتغريب النشاط الإرهابية والتواطؤ مع القوات الأجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر. وخفت حدة الاضطرابات في المدينة منذ ذلك الحين، وأصبح بإمكان السكان التمتع بحقوقهم وحرياتهم المشروعة. أصبح الناس الآن أحراراً في السفر دون خوف على سلامتهم الشخصية وفي التعبير عن وجهات النظر مختلفة علنية. والناس أكثر احتراماً لحقوق الآخرين أثناء ممارسة حقوقهم الخاصة. باختصار، عادت هونغ كونغ إلى مجتمع آمن وعقلاني وشامل وحيوي. قالت تشين إن أعمال الشغب في هونغ كونغ عام 2019 تسببت في هجمات خطيرة على المدنيين. سن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القانون الجديد في يونيو الماضي لوقف الأنشطة العنيفة والتخريبية والإرهابية التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي. يظل قانون الأمن القومي فعالا في استعادة القانون والنظام وحماية الأمن القومي، وهذا يصب في مصلحة دولة واحدة ونظامان على المدى الطويل.